بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مع درس جديد من دروس شرح رواية ورشيد من طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما أرسلنا مد منفصل في الإشباع، من نذير إلا نقل حركة همزة الساكنة قبلها، مترفوها إنا مد منفصل في الإشباع، وجدنا آباءنا وجدنا منفصل في الإشباع، آباءنا في مدنا الأول بدل في الأوجه الثلاثة، والثاني متصل في الإشباع 6 حركات، على أمة مد منفصل في الإشباع، على آثارهم مد منفصل في الإشباع، آثارهم بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وفي إذا طرأت قلل قولا واحدا، فعلى قصر بدل في آثارهم وآباءنا لنا في مقتدون 3 الإسكان، وعلى التوسط البدل في الموضعين لنا في مقتدون التوسط والإشباع، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قرأ نافع: قل بضم القاف وإسكان اللام، حسك مثل قرأ قال بفتح القاف و ألف بعدها وفتح اللام. طبعا قول ولو فتح اللام لالتقاء الساكنين، فالأصل أن اللام ساكنة فقط حركت للنقل. قول ولو نقل حركة مد الساكنة قبلها بأهدى من ذوات الله في فتح وتقليل، آباءكم مد متصل في الإشباع وفيه بدل كذلك في الأوجه الثلاثة المعروفة، قالوا إنا بما أرسلتم مدان منفصلين في من الإشباع 6 حركات، كافرون راء مضمومة قبلها كسر ترقق الراء، فعلى الفتح بأهدى لنا في آباءكم وهو بدل القصر، ولنا في كافرون 3 الإسكان، ونعطف بالإشباع في البدل وعلى الإشباع في العارض، ثم نعطف بالتقليل في ذات الياء بأهدى على توسط البدل، ثم نعطف بالإشباع في العارض والتوسط، ثم نعطف بالإشباع في البدل على الإشباع في العارض. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقومه إنني مد منفصل في الإشباع، براء متصل فيه الإشباع، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. هؤلاء الأول منفصل والثاني متصل كلاهما فيهما الإشباع، وآباءهم الأول بدل والثاني مد متصل، البدل في الأوجه الثلاثة والمتصل فيه الإشباع، جاءهم مد متصل في الإشباع، فعلى قصر البدل في وآباءهم لنا في مبين 3 الإسكان، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. جاءهم مد متصل في الإشباع، سحر راء مضمومة قبلها حرف ساكن ترقق الراء، كافرون راء مضمومة قبلها كسر ترقق الراء. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من القريتين عظيم أهم يقسمون، في الوصل نقل حركة لمزة الساكنة قبلها، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة نقف عليها بالتاء المبسوطة لأنها هكذا رسمت، الدنيا وشهر فتح وتقليل نمو الياء. طبعا ورحمة الثانية كذلك نقف عليها بالتاء، خير راء مضمومة قبل ياء ساكن ترقق الراء، فعلى الفتح في الدنيا لنا في يجمعون 3 الإسكان، وعلى التقليل بين في الدنيا لنا في يجمعون التوسط والإشباع. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
ولولا أن مد منفصل في الإشباع. هذا ما فتح الله لنا عز وجل في عدل الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.